الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. أهلا رعد. أهلا بك دامة، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأبرز العناوين. الصحة الفلسطينية تؤكد ارتكاب الاحتلال 15 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة. الأمم المتحدة تطالب مجدداً بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين. ضباط في الجيش الإسرائيلي يطالبون بإعلان هدنة لمدة 48 ساعة على الحدود مع لبنان. بداية النشرة مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25,105 شهداء و 262,681 مصابا منذ 7 أكتوبر. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 178 شهيدا و 293 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وفي اليوم السابع بعد 100 واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة أنحاء في قطاع غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة. استهدفت فصائل فلسطينية بقذائف هاون مركز قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس في قطاع غزة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية وسط قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة والتحليل مع الزميلة داليا نجاتي، إليك داليا. شكرا داما، شكرا رعد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل أوفى. وينضم إلينا من رفح الفلسطينية مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر. إذن بشير، الاحتلال يرتكب 15 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، الكلام طبعا على عهدة الصحة الفلسطينية. ماذا لدينا في تفاصيل هذه المجازر وفي أي المناطق بالتحديد؟ تحية لك داليا. يعني ما يحدث على الأرض هو استمرار وتصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين. نحن نتحدث عن معدل يومي من الشهداء قرابة 200 شهيد. هذه الأعداد ترفع من الحصيلة الكلية للشهداء والمصابين الذين يأتون تباعاً جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. العدوان لم يتوقف على كافة المحافظات، من أقصى جنوب قطاع غزة حتى أقصى الشمال، من أقصى الشرق حتى أقصى الغرب. الطيران الحربي الإسرائيلي يقوم بالتحليق بشكل كثيف، ويعني الإغارة وقصف عدد من المناطق. آخر وأبرز هذه المناطق كان هنا في مدينة رفح، مستهدفا عدد من المنازل والأراضي الزراعية، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الذين نقلوا إلى على إثر هذه الإصابات إلى المستشفيات هنا في مدينة رفح. أيضا كان هناك انفجارات دوت بشكل عنيف وقوي في محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. هذه الانفجارات ناجمة عن يعني قصف عنيف وأحزمة نارية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية
بالمنطقة الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى قيام الآليات الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة بإطلاق القذائف والرصاص باتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج والانتقال من المناطق المستهدفة إلى المناطق التي تبدو أكثر أمناً، وبالتالي أسقطت هذه القذائف عليهم، ويعني كان هناك عدد كبير من الشهداء ومن الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى ناصر في محافظة خان يونس. هل لدينا محصلة بشير قبل أن تتابع يعني وأنت تتحدث إلينا؟ نسمع صوت سيارات الإسعاف من خلفك، لا نعلم إن كان لدينا حصيلة نهائية حتى اللحظة لأعداد الشهداء والجرحى، خاصة وإحنا نتحدث عن 15 مجزرة خلال يوم واحد فقط. يعني سيارات الإسعاف هنا تقوم بالتحرك، كنت أنا أسمع، لا أسمع السؤال جيدا، ولكن إن سمعت صحيح فإن السيارات الإسعاف لا زالت تقوم بالتحرك هنا والانتقال ويعني نقل المصابين الذين يريدون تباعا لتلقي العلاج في هذا المستشفى، مستشفى أبو يوسف النجار الذي أقف أمامه الآن، هو أحد المستشفيات التي تقع في جنوب قطاع غزة، وهي تقوم بخدمة المواطنين على صعيد المحافظات الجنوبية بشكل كبير، رغم أن هذا المستشفى هو من المستشفيات الصغيرة في الحجم، إلا أنه بات يستوعب أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الذين يصلون تباعا جراء هذا العدوان الإسرائيلي لتلقي العلاج. طيب بشير، على مستوى الحالة الإعاشية الإنسانية، لأن نعلم بأن رفح تحتوي على عدد كبير جدا من النازحين، أكثر من 1,300,000 فلسطيني موجودين في رفح الآن في ظل وضع إنساني صعب ووضع على مستوى الطقس أيضا صعب، كيف ترصد الحالة الإنسانية الآن وسط كل هذه الأعداد من النازحين بشير؟ بشير يبدو بأنك لا تسمعني الآن، على كل أكتفي معك بهذا القدر ونعود معك على مدار اليوم طبعا لمتابعة كل التطورات. شكرا جزيلا لك بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح. والآن مشاهدينا عودة لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة من أخبار وتفاصيل مع دام الكردي ورعد عبد المجيد، إليكم. شكرا داليا على هذه الوقفة التحليلية. أشارت تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الفصائل الفلسطينية لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر، ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أنه رغم الحملتين الجوية والبرية في غزة فإن هدف تدمير الفصائل الفلسطينية لم يتحقق. أعرب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن إحباطه من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه حل الدولتين. وقال وزير الدفاع البريطاني إنه ليس هناك حل واضح آخر، مؤكدا أن العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل، وأكد في حديث له مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ضرورة احترام إسرائيل القانون الدولي الإنساني في عملياتها العسكرية في قطاع غزة. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حمل المتظاهرون لافتات تنتقد نتنياهو وتطالبه بوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية، مؤكدين أنه لا منتصر في الحرب. كما حملوا أيضا لافتات تؤكد حق الأطفال الفلسطينيين في الحياة وتطالب بوقف سفك دماء الأبرياء. تتزايد الشكوك في الأوساط الإسرائيلية حول قدرة جيش الاحتلال
على تحقيق أي إنجاز يذكر في قطاع غزة على الرغم من مرور أكثر من 100 يوم على العدوان. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أصبحا في مأزق استراتيجي بالتزامن مع تأكيد مسؤولين عسكريين أن الدخول في معركة طويلة مع الفصائل الفلسطينية ستكلف على الأرجح حياة المحتجزين بالقطاع. بعد أكثر من 100 يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تتزايد الشكوك في الأوساط الإسرائيلية حول قدرة حكومة الحرب بقيادة نتنياهو على تحقيق أي إنجاز يذكر. صحيفة نيويورك تايمز أشارت في تقرير لها إلى أن نتنياهو وحكومته أصبح في مأزق استراتيجي كبير، خاصة مع تأكيد مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن الدخول في معركة طويلة الأمد في غزة للقضاء على الفصائل الفلسطينية ستكلف على الأرجح حياة المحتجزين بالقطاع. الصحيفة الأمريكية نقلت أيضاً عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن استعادة المحتجزين وتدمير الفصائل الفلسطينية أصبح الآن هدفين غير متوافقين تماماً، وأن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته في غزة على جزء أصغر بكثير مما تصورته الحكومة في خطط المعركة منذ بداية الحرب. الخسائر الفادحة التي يتكبدها جيش الاحتلال باستمرار منذ بدء الحرب دفعت البعض في إسرائيل إلى التعبير عن إحباطهم إزاء استراتيجية حكومة الحرب في غزة، كما دفعتهم إلى الاستنتاج بأن حرية أكثر من 100 محتجز إسرائيلي في القطاع لا يمكن تأمينها إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية وليست العسكرية، وبالتزامن مع الضغط الخارجي الذي يمارسه حلفاء إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة، تتزايد المطالبات والتظاهرات الداخلية في تل أبيب للمطالبة ببذل مزيد من الجهود للإفراج عن المحتجزين، ليبقى نتنياهو عالقاً بين شقي الرحى، إما المضي قدماً في الحرب أو الرضوخ والدخول في مفاوضات لضمان حياة المحتجزين. قال مارك رجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم. وأضاف رجيف في تصريحات صحفية أن الحكومة الإسرائيلية لا تمانع ذلك الأمر، لكن دون أن يشكل ذلك تهديداً لأمن إسرائيل. وأشار كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تلك الصيغة ستساعد على المضي قدماً في إيجاد حلول ستكون مفيدة للجانبين. تصريحات رجيف تأتي تعقيباً على ما صرح به نتنياهو من أن إسرائيل يجب أن تسيطر على كل الأراضي الواقعة غربية نهر الأردن. يوماً بعد يوم تتصاعد حدة الخلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب غياب أفق لكيفية إنهاء الصراع في المنطقة وحجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. الخلافات أصبحت حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تكشف يوماً بعد يوم التباعد في الرؤى حول مستقبل الحكم في قطاع غزة وحل الدولتين التي سبق وتعهدت واشنطن به وترفضه إسرائيل.
لا حديث داخل الإدارة الأمريكية إلا عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقدرته على قيادة إسرائيل بعدما حول منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة حرب مفتوحة لا سقف زمنياً لنهايتها، وتسببا في تشويه صورة الولايات المتحدة أمام العالم باعتبارها الداعم المطلق، كما حول قطاع غزة إلى بؤرة جحيم يتساقط فيها الشهداء كل ساعة في مجازر وصفت في ساحات المحاكم الدولية بالإبادة الجماعية. كارثة، هكذا وصف عضو بالكونغرس من الحزب الديمقراطي نتنياهو في تصريحات لشبكة NBC الأمريكية، معربا عن قلق واشنطن من حملته العسكرية على قطاع غزة والحرب المفتوحة التي لا نهاية لها في المنطقة. بينما لفت عضو آخر من الحزب الديمقراطي مختص بقضايا الأمن القومي لانعدام ثقته في قدرة نتنياهو على قيادة إسرائيل، كما أكد عضو آخر عن الحزب الجمهوري أن نتنياهو تسبب في حالة إحباط داخل الإدارة الأمريكية من سياسة حكومته، مؤكداً أن نتنياهو لا يحظى بشعبية داخلياً ويسعى لإطالة الحرب من أجل البقاء في السلطة. فيما دعا السيناتور بيرني ساندرز الكونغرس لمنع المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل إذا استمر نتنياهو في مسار الهيمنة العسكرية، مطالبا بايدن أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه لسياسات حكومة نتنياهو التي وصفها بالمتطرفة. كما كشف تقرير لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن تفاصيل المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو والتي جاءت بعد 4 أسابيع من آخر اتصال في ديسمبر الماضي، حيث لم يبدي أي من الجانبين تزحزحاً عن موقفه، وما زالت رؤاهما بشأن نهاية حرب غزة متعارضة. كما ظهر خلاف جذري بينهما حول إقامة الدولة الفلسطينية التي رفضها نتنياهو بشدة، بينما أكد بايدن التزامه بإقامتها. وبينما قوضت الولايات المتحدة كل الجهود الدولية لوقف عجلة الحرب على أمل أن تتمكن آلة الحرب الإسرائيلية من حسم معركة خاطفة تستعيد فيها المحتجزين مع القضاء على الفصائل الفلسطينية، لكن ما حدث كان مخيبا للآمال، حيث وجدت إسرائيل نفسها موحلة في القطاع والصراع دون تحقيق أي هدف يحسب لجيش الاحتلال إلا قتل مدنيين أبرياء عزل وتدمير مدن وقرى تحتاج لسنوات طويلة لعودتها للحياة. ولمزيد من المتابعة والتحليل في وقفة تحليلية جديدة مع الزميلة داليا نجاتي، إليك داليا. شكرا داما، شكرا رعد. ونبقى في تفاصيل أوفى حول الأوضاع الإنسانية تحديدا في قطاع غزة، وينضم إلينا من جنيف سيد رامي عبدو رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. مرحبا بك معنا في هذه الساعة سيد رامي. إذا الأمم المتحدة تعود وتطالب وتكرر بوقف فوريا لإطلاق النار في غزة، ما الذي رصدتموه من تحديثات حول الأوضاع الإنسانية في القطاع، لا سيما وأن الصحة الفلسطينية تتحدث عن 15 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية سيد رامي؟ يعني بالتأكيد واضح جدا أننا أمام أيام دامية، هناك حوالي 9 أيام من الإبادة الجماعية في غزة منذ تقديم الفريق القانوني الإسرائيلي دفعاته أمام العدل الدولية، وهو ما يعكس إرادة إسرائيلية في استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة. المشهد حقيقة مأساوي للغاية، مع تصميم إسرائيلي على تجويع السكان في شمال غزة وعدم السماح بإدخال المواد الغازية والمواد الطبية للمشافي في مناطق الشمال وفي مناطق الوسطى وأيضا في جنوب قطاع غزة. يضاف إلى ذلك استمرار عمليات القتل الجماعي الممنهج والمنظم عبر استهداف المنازل
واستهداف أماكن اللجوء، وكما ذكرت هناك 15 مجزرة خلال 24 ساعة. يوميا نستطيع أن نقول أن هناك عملية قتل لحوالي 180 إلى 200 مواطن خلال التسع أيام الماضية، وهو ما يعكس استمرار إسرائيل في جرائمها الدموية وعملياتها الوحشية التي تستهدف أيضا عملية تدمير لكل ما يمكن أن يبعث على الحياة، وتحديدا تدمير المنازل. في خلال الأيام الماضية، الثلاثة أيام الماضية على الأقل، شهدنا تدمير وتفجير 30 مربع سكني، وهو ما يعني أن إسرائيل ربما تقول أنها لا تريد تهجير الفلسطينيين كلاما، لكن على أرض الواقع ما تقوم به بالفعل هي عملية تدمير ممنهجة للفلسطينيين في قطاع غزة. لأنه لا يعقل أنه فور انتهاء هذا العدوان أو هذا الهجوم الإسرائيلي بالتأكيد لن يجد السكان مكان ليقطنوا فيه أو يسكنوا فيه. إذن سيد رامي، حسب تقاريركم هناك خطورة لإفراغ غزة من سكانها في إطار ما ذكرت بأنه جريمة تهجير قسري لسكان قطاع غزة، هل لدينا إفادات موثقة؟ يعني هل تقومون بتوثيق هذه الإفادات سيد رامي؟ وهل هذا قاصر على المناطق السكنية، البنايات السكنية، أو أيضا يمارس ذلك على مراكز إيواء أو مدارس لإيواء النازحين أيضا؟ أنا أعتقد أن عملية التهجير خلال الأيام الماضية انتقلت إلى مرحلة أخرى بخلاف التجويع وبخلاف الطلب من السكان بالتوجه إلى أماكن محددة وقصفهم. هناك إجراءين يتموا خلال الأيام الماضية وتحديدا الأربع أيام الماضية. الإجراء الأول هو توسيع عمليات تفجير المربعات السكنية والمساكن للفلسطينيين بحيث لا يجدوا أماكن يجدوا السكن فيها، وهو أمر نوثقه نحن بشكل مباشر من السكان، ويوثق حتى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بث مقاطع فيديوهات لتفجير المربعات السكنية. والأخطر من ذلك أنه بدأ الجيش الإسرائيلي في مناطق غرب غزة، وهذا وثقناه عبر عدة شهود عيان، يقتحم المنازل والمساكن الفلسطينية، واقتحم على الأقل ثلاثة مدارس في منطقة غرب غزة تأوي آلاف النازحين، وقام بإجبار السكان على التحرك من غزة إلى الجنوب، وهو أمر وثقناه بإفادات موثقة وإفادات قانونية تثبت أن الجيش الإسرائيلي أجبر السكان على المرور عبر طريق البحر تحت تهديد السلاح عقب تعريتهم، وأيضا معهم النساء والأطفال، وأطلق النار فوق رؤوسهم وأطلق النار على أقدامهم، وأجبرهم من أجل النزوح باتجاه الجنوب أو جنوب وادي غزة، وهو ما يعكس رغبة إسرائيلية في إفراغ منطقة الشمال ومنطقة مدينة غزة، وهو ما يكذب الإدعاءات الإسرائيلية أن فراغ السكان يأتي بسبب وجود عمليات عسكرية. ما يجري حقيقة هي عملية تدمير ممنهج لأسس الحياة في غزة، وعملية تهجير منظمة، تهجير تدار بشكل واضح من المستوى السياسي الإسرائيلي ومن قيادة الجيش الإسرائيلي. أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا من جنيف هاتفيا رامي عبدو، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. والآن مشاهدينا لنا عودة من جديد لدامة الكردي ورعد عبد المجيد، إليكما. شكرا لك داليا. قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو تنفذ مشاريع استيطانية لمنع قيام دولة فلسطينية. وأضاف متحدث فتح للقاهرة الإخبارية أن نتنياهو لا يريد الوجود الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال ينفذ اعتداءات واقتحامات بمدن عدة في الضفة الغربية. من الواضح أن الكل بدأ يدرك أن هذه الحكومة المتطرفة التي يقودها نتنياهو وائتلاف اليمين قد وصلت إلى مرحلة أدلجت فيها الصراع، ووصلت فيها إلى مرحلة تنفذ فيها تلك المشاريع التي باتت معلنة اليوم، وهي منع قيام دولة فلسطينية، تقويض هذه القضية لصالح التوسع الاستيطاني، لصالح الضم، لصالح التهجير على حساب الدم الفلسطيني. وبالتالي هذه الحكومة لا تقف أمام كل الإرادة الدولية التي تقول الآن بأن الحل فقط يكمن في مسار سياسي يعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني. طالبت الأمم المتحدة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
خلفت دمارا كبيرا وقتلت مدنيين بشكل غير مسبوق، بينهم 150 من موظفي المنظمة الأممية. وأكدت أن رفض حل الدولتين غير مقبول، وحرمان الفلسطينيين من دولتهم سيطيل أمد الصراع ويزيد الفقر والتطرف. وللمزيد من المتابعة في وقفة تحليلية جديدة مع الزميلة داليا نجاتي، إليك داليا. شكرا داما، شكرا رعد. ومباشرة من رام الله معنا السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني بالأمم المتحدة. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية حضرة السفير. إذا هناك كلام كثير الآن يدور حول فكرة حل الدولتين، هناك شبه يعني تقريبا إجماع دولي عليها، لكن يبقى هناك الرأي الداخلي في داخل إسرائيل يمنع هذه الفكرة بشكل كبير، حتى أنه يعني تابعنا أن هناك أوركسترا من أكثر من مسؤول إسرائيلي يرفض هذه الفكرة شكلا وموضوعا. ماذا أنتم فاعلون في هذا الإطار حضرة السفير؟ تحياتي لكم وللسيدات والسادة المتابعين. بداية، مهم النقاش الذي يدور عن قضية حل الدولتين يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. يعني حل الدولتين ليست كليشيه للتهرب من الدول من واجباتها من إنهاء الاحتلال، وأن من يتحدث عن حل الدولتين دون أن يقول أن هناك احتلالا استعماريا يجب أن ينتهي هو في واقع الأمر يزر الرماد في العيون ويقود المجتمع الدولي باتجاه خاطئ. لذلك أولا، دولة فلسطين دولة قائمة، وهي دولة عضو في عديد الاتفاقيات والمنظمات الدولية، ولها وجودها على الأرض بشعبها وبصمودهم وبتواجدها القانوني والدولي في كل الأماكن. لذلك العمى السياسي والطرش السياسي الذي تدعيه الحكومة الإسرائيلية وأركانها بما فيهم نتنياهو، هذا وكأنه يعيش في عالم موازي. حقيقة دولة فلسطين موجودة، وما هو مطلوب هو تجسيد هذه الدولة من خلال إنهاء الاحتلال واستقلال الدولة التي تحتلها إسرائيل، وليس اختراع دولة جديدة في المجتمع الدولي. لذلك نتنياهو يحاول أن يوصل للمجتمع الدولي أنه لا يوجد ما يسمى فلسطين، ولن أقبل بأن يكون هناك ما يسمى فلسطين. الشعب الفلسطيني موجود في الضفة الغربية، في قطاع غزة بما فيها القدس، وموجود في أراضي 48، له حق أصيل وحق تقرير المصير. هذا ما نقوم به في الحديث مع كل دول المجتمع الدولي. ونحن هل هذا واضح للعواصم الأخرى حضرة السفير؟ يعني وجهة النظر الأمريكية تتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لا أعلم يعني إلى أين وصلتكم هذه الفكرة أو كيف تفاعلتم معها، وما هو رأي السلطة الفلسطينية الفصائل الفلسطينية من دولة فلسطينية بين هلالين منزوعة السلاح؟ يعني الأهم الآن هو إنجاز الاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين أن تقرر، ليس لأمريكا ولا لأي أحد آخر أن يحدد ما هو شكل دولة فلسطين أو الشكل الإداري والسياسي والقانوني الذي سوف يدير بها الشعب الفلسطيني دولته بعد إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلاله. هذه قضية من المبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع. الأهم الآن بدل من حديث أن تكون دولة منزوعة السلاح أو دولة ناقصة السيادة أو دولة بحدود مؤقتة أو كل هذا الكلام المرفوض فلسطينيا، يجب أن يكون هناك حديث عن كيف بالإمكان التخلص من هذا الاحتلال الإسرائيلي جذر المرفوض فلسطينيا، بمعنى أنه تم عرضه ورفض. لا لا لا، نحن نقول مرفوض فلسطينيا أنه لا يمكن القفز إلى أشكال الدولة الفلسطينية، وهم لا يزالوا لا يريدوا أن يناقشوا كيف بالإمكان الانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي. هذا قرار فلسطيني. ثانيا، منزوعة السلاح مش منزوعة السلاح، هذا قضية فلسطينية. نحن جاهزون لنقاش هذه القضايا عندما تنتهي الاحتلال الإسرائيلي ويتم استقلال دولة فلسطين. هذه مرحلة سابقة لأوانها الحديث عن هذا الشكل. نحن نقول ماذا نريد الآن؟ نريد الآن إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي، جذر المشاكل وعدم الاستقرار، ليس فقط في فلسطين وإسرائيل، في كل المنطقة بشكل عام هو جذر مشكلة الأمن
والسلم في منطقة الشرق الأوسط والإقليم بشكل عام وربما في العالم. لذلك أي نقاش يجب أن يفتح حول الدولة الفلسطينية يجب أن يوضع قبله كيف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي التي احتلت في العام 1967. هذا الغائب حقيقة في كل هذه المعادلة. الجميع يتحدث عن كليشيهات حل دولتين. ماذا يعني حل دولتين حقيقة؟ ما هو حل الدولتين؟ أشكرك. يجب تعريف هذا الحل. أشكرك جزيلا. كنت معنا من رام الله السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني بالأمم المتحدة. والآن مشاهدينا لنا عودة لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة مع دامة الكردي ورعد عبد المجيد. شكرا داليا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضباطا كبارا في الجيش طلبوا إعلان تهدئة لمدة 48 ساعة على الحدود الشمالية. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن تحقيق التهدئة سيكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه في حال خرقها فسينفذ الجيش قصفا مكثفا على جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان، كما استهدف قصف الاحتلال أطراف بلدة الخيام وسهل مرجعيون. ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة جوية على أطراف بلدة شيحين جنوب البلاد. ولمزيد من المتابعة والتحليل في وقفة جديدة مع الزميلة داليا نجاتي. إليك داليا. شكرا داما. شكرا رعد. ومن جديد هذه المرة إلى تطورات الجبهة اللبنانية، ومن بيروت ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، يعني هذه المناطق التي وردت في الخبر ليست بالجديدة، لكن التفاصيل معك أوفى بخصوص حجم ما حدث من غارات جوية في هذه المناطق. نعم، تحياتي لك. في البداية، بالفعل القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا على البلدات الحدودية، وتحديدا في القطاعين الأوسط والغربي من الحدود الجنوبية اللبنانية. كان هناك قصف إسرائيلي مكثف لبلدة عيترون التي تقع في القطاع الأوسط، وأيضا جارتها قرية مارون الرأس أو بلدة مارون الرأس التي تقع أيضا في القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى سهل مرجعيون الذي يقع في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية، بالإضافة إلى بلدة كفرحولة وعدد من المناطق الحدودية الأخرى. كانت هناك أيضا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة لمحيط والجهة أو المناطق الموازية للشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وذلك في محاولة لإثناء أي محاولات أو لإحباط أي محاولات لإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف إسرائيلية، وخصوصا أن حزب الله اللبناني أعلن عن تنفيذ 3 عمليات فقط بالأمس من القطاعين الغربي والأوسط في الحدود الجنوبية اللبنانية باتجاه أهداف إسرائيلية، استخدم فيها أسلحة صاروخية وأيضا أسلحة رشاشة في هذه العمليات. وفي المقابل أيضا لا تزال أصداء عملية الاغتيال واستهداف سيارة في بلدة البازورية التي تقع قرابة 3 كيلومترات من مدينة صور، لا تزال أصداءها متواترة في الأجواء أو في النواحي والأوساط السياسية اللبنانية في انتظار ما يعلنه الحزب من رد على هذه العملية التي سقط فيها 2 من المنتمين لحزب الله في هذه العملية التي تمت بطائرة مسيرة استهدفت السيارة ب3 صواريخ. أشكرك جزيلا على هذه الإفادة. كنت معنا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. نعود مشاهدينا لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة مع دامة الكردي ورعد عبد المجيد. شكرا داليا على هذه الوقفة التحليلية. يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. نشرتنا متواصلة ونتابع فيها. روسيا تعتبر تدريبات حلف الناتو المرتقبة عودة لمخططات الحرب الباردة.
أهلا بكم مرة أخرى. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني قصف عددا من مواقع ميليشيا الدعم السريع بالمدينة الرياضية جنوبية الخرطوم، وأضاف مراسلنا أن الجيش قصف كذلك عدة أهداف للميليشيا في الأحياء المحيطة بمنطقة الشجرة شمالية وجنوبية الخرطوم، مؤكدا أن ميليشيا الدعم السريع شنت من جانبها قصفا مدفعي على قيادة الجيش بالخرطوم. وقالت مصادر أن الميليشيا مارست أعمال نهب واسعة بمدينة ود مدني مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في المستشفيات بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية. والآن نتحول إلى ملف تطورات الأزمة الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة كراخمالناوي في ضواحي خاركوف. وفي الوقت ذاته أفادت السلطات المحلية في إقليم دونيتسك مقتل 13 شخصا في الهجوم الأوكراني الذي استهدف المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، كما أعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين حالة التأهب في مناطق عدة بالإقليم. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن معارضة ألمانيا لجنوب أفريقيا في الأمم المتحدة بعد اتهامها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لم يفاجئ روسيا. وأشارت زاخاروفا إلى أن ألمانيا تقدم دعما غير مشروط لإسرائيل دون أن تنظر إلى عواقب ذلك. هذا ودعت زاخاروفا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حفاظا على حياة المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية كراخمالناوي في منطقة خاركيف. وأفادت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة تولا دون وقوع إصابات أو أضرار، وأعلنت تدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق منطقة سمولينسك. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق مقتل وإصابة أكثر من 900 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة أطلقتها كييف على مختلف المحاور. أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأداء القوات الهندسية الروسية والتحصينات التي شيدتها وأسهمت بشكل رئيس في إحباط هجوم لقوات كييف المضاد. وأضاف شويغو في تهنئته لأفراد القوات الهندسية الروسية بمناسبة عيد تأسيسها أن نظام الحواجز الهندسية لعب دورا رئيسيا في إحباط خطط العدو الهجومية، مشيرا إلى أن تفاني وشجاعة المهندسين العسكريين في المنطقة العسكرية الشمالية. قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن تدريبات حلف شمال الأطلسي في 2024 والتي تحمل اسم المدافع الصامد يشكل عودة لا رجعة فيها من حلف الناتو لمخططات الحرب الباردة. وأضاف غروشكو أن هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا. هذا وأعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90,000 جندي في محاكاة لكيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا.
اقتصاديا، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن بلاده ستعمل على ضمان موافقة تجار المواد الغذائية بالتجزئة على حصة عادلة من الإيرادات للمنتجين في مفاوضات الأسعار السنوية. يأتي ذلك مع انتشار احتجاجات المزارعين في كل أنحاء فرنسا على قضايا تتعلق بالضرائب ووقود الجرارات، فيما وعدت الحكومة الفرنسية بالعمل على تخفيف الإجراءات الروتينية غير الضرورية للمزارعين. اندلع حريق في محطة على بحر البلطيق تابعة لشركة نوفاتيك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، وسط تقارير عن انفجارات ومشاهدة طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة. وعقب الحريق علقت نوفاتيك العمل في المحطة الروسية، وأشارت إلى أن الحريق ناجم عن تأثير خارجي وسيتم إجراء تقييم للأضرار في وقت لاحق. نجحت روسيا في تصدر قائمة موردي النفط الخام إلى الصين خلال العام الماضي، على الرغم من العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو جراء الحرب في أوكرانيا. صدرت موسكو كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين بلغت 2,140,000 برميل يوميا. رغم العقوبات الغربية المتتالية، نجحت روسيا في تصدر قائمة مورد النفط الخام إلى الصين العام الماضي. موسكو صدرت كميات قياسية من النفط الخام إلى بكين لتتجاوز مصدرين رئيسيين آخرين هما السعودية والعراق. وبعدما نبذه الكثير من المشترين الدوليين، جرى تداول الخام الروسي بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم الأوقات في العام الماضي. أسعار الخام الروسي المخفضة دفعت الصين صاحبة ثاني أكبر تعداد سكاني في العالم إلى الإقبال بشراهة على الشراء للاستفادة من فارق الأسعار. لتجنب انتهاك العقوبات الغربية، تلجأ شركات التكرير الصينية إلى وسطاء للتعامل مع تأمين وشحن الخام الروسي. بالتزامن، أدى تهافت شركات التكرير الصينية والهندية على النفط الروسي منخفض السعر إلى دعم خام إسبو الروسي العام الماضي ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع. في ظل بوصلة الخام الروسي نحو الصين والهند، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو نجحت في تحقيق إيرادات تماثل ما حققته عام 2021 قبل فرض العقوبات الغربية عليها. سقف أسعار فرضته دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة على أسعار النفط الروسي بهدف تحجيم قدرات تمويل خزينة الكريملين للحرب في روسيا، إلا أنه على ما يبدو أن روسيا تحصنت بخطط بديلة. رياضياً، حسم التعادل الإيجابي 1-1 المواجهة التي جمعت بين منتخب تونس ونظيره المالي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لأمم إفريقيا 2023. تقدم لاسين سينايكو المالي في الدقيقة 10 قبل أن يحرز حمزة رفيعة هدف التعادل لتونس في الدقيقة 20، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مالي إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما حصد منتخب تونس أول نقطة له في البطولة.
كما تعادل المنتخب الجزائري أمام بوركينا فاسو بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الثانية من مباراة المجموعة الرابعة. سجل هدفي بوركينا فاسو محمد كوناتي وبرتراند تراوري، بينما جاء هدف الجزائر عبر المهاجم بغداد بو نجاح. التعادل رفع رصيد بوركينا إلى 4 نقاط في الصدارة، كما ارتفع رصيد الجزائر لنقطتين. وتلتقي الجزائر في الجولة الثالثة والأخيرة مع موريتانيا الثلاثاء المقبل. وضمن المجموعة ذاتها اقترب منتخب أنغولا من التأهل لدور 16 بتخطي عقبة موريتانيا ب3 أهداف مقابل 2. بهذا الفوز ارتفع رصيد أنغولا إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل منتخب موريتانيا بلا رصيد من النقاط. يلتقي منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2023. ونجح أسود الأطلس في اجتياز الاختبار الأول أمام تنزانيا بثلاثية نظيفة، أما منتخب الكونغو فتعادل مع منتخب زامبيا بهدف إلى هدف. وتعود آخر مواجهة على صعيد الكان بين المغرب والكونغو إلى أمم إفريقيا 2017 بالجابون، وفاز المنتخب الكونغولي بهدف دون رد. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الصحة الفلسطينية تؤكد ارتكاب الاحتلال 15 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. الأمم المتحدة تطالب مجددا بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين. ضباط في الجيش الإسرائيلي يطالبون بإعلان هدنة لمدة 48 ساعة على الحدود مع لبنان. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور وجوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، تحياتي رعد عبد المجيد ودام الكل، إلى اللقاء. We'll be right back.